السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيبقى خفيف. إحنا قضينا نهار في مدينة ملاهي اسمها سيكس فليجز، مشهورة جدا في تكساس، وحبيت أصور لكم شوية وأشارككم معايا اليوم ده. طبعا هنا إحنا أثناء ما داخلين بقى على الملاهي، ودي البوابة اللي بندفع فيها، وده مكان الباركينج. زي ما انتوا شايفين زحمة جدا طبعا عشان موسم والاجازات بقى بدأت. ودي البوابة اللي بندخل منها على الألعاب. المكان جميل جدا وممتع، وخصوصا لو الجو حلو. هنا أول ما دخلنا بنلاقي على طول في نافورة كده قدامنا، ودي من زاوية تانية. دي أول لعبة أولادي يلعبوها عشان هي عند المدخل على طول. وده احد المحلات الموجودة، فيه كذا محل نفس النظام بيبيع ملابس، لعب للأطفال، هدايا تذكارية. ركبنا القطر ده، هو بيلف في جزء كبير من المكان، هو ستايل قديم خشب وبيمشي بالبخار، برضو بيعرفك على يعني جزء كبير من المكان. في كمان في المكان مطاعم كتيرة للوجبات السريعة، لكن في أيام الأجازة خصوصا بتبقى زحمة جدا. يعني وقفنا قبل كده في الطابور تقريبا ساعة، فقلنا بعد كده يعني نجيب الأكل معانا، يعني نطلع بقى نتغدى برا لو ما قضيناش يعني وقت طويل هنا. أنا ما صورتش كتير اليوم ده عشان اليوم ده كان أجازة وكان زحمة جدا، وخصوصا بقى طبعا المدارس كلها خلصت والاجازه الصيف بدات، فبيبقى صعب شويه التصوير طبعا في الزحمه. في نظام في مدينه الملاهي هنا انك ممكن تدفعي في الاول تذكره بتبقى عاليه شويه، بيبقى اسمها باس، بحيث بندخل الملاهي اي عدد من المرات براحتنا طول الموسم بيبقى مجانا. طبعا الموضوع ده حلو جدا للي عنده اطفال او بيحب يقضي يعني وقت كتير في الاماكن دي. وطبعا الملاهي مش للاطفال بس، في العاب كتيره للكبار، في شباب بيجوا هنا يقضوا الوقت مع اصحابهم. هنا دي طبعا اللعبه الشهيره المركب، ما اعتقدش في ملاهي في العالم ما فيهاش المركب دي. حلوة جدا، أولادي برضو ركبوها. اللعبة دي كمان حلوة جدا وحماسية، بس هي صعبة شوية للسن الصغير. القطر ده كمان عالي قوي، احنا كنا شايفينه من مكان ركن العربية. اللعبة دي كمان عجبت ولادي قوي، يعتبروا آخر لعبة ركبوها في اليوم ده، لكن عجبتهم جدا وقالوا انها يعني ممكن احلى واحدة ركبوها. انا حبيت اوريها لكم كده، هي بتلف حوالين نفسها وبيبقى عربيات فيها 4 كراسي وبتلف حوالين نفسها، وكمان بتمشي بقى زي ما انتم شايفين زي القطر كده. احنا كده قضينا خلاص يومنا في مدينة الملاهي، محبناش نطول. دي ليك بنشوفها واحنا خارجين، يعني قلنا اكيد طبعا هنيجي تاني كذا مرة. واحنا بقى في طريق العودة قلنا نتغدى في مطعم هنا ايطالي اسمه اوليف جاردن. المطعم ظريف عشان انتوا عارفين الاكل الايطالي معظم الناس بتجمع عليه، بيحبوا المكرونات وكده. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وكان ممتع وخفيف عليكم، وياريت ما تنسونيش من لايك ومن تعليق حلو منكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.